السلام عليكم خوتي المغاربة، وشفتوا هادوك المسؤولين ديالنا علاش كنا معولين ولا شفتوا كي دايرين تبارك الله عليهم، واش شنو دايرين في الحلوة؟ واش هادو اللي غيمثلوا لنا المغرب؟ هادو غيمثلوا المواطن المغربي؟ هادو هما اللي غادي يشوفوا الحقوق ديال المواطن المغربي؟ ايوا المحال محال بحال هادو، واش غادي يشوفوا شي حاجة؟ الانسان طيح قلبو على حلوة، كيفاش غادي تشوف هاد الانسان هذا اللي هو خد الحلوة، شفر الحلوة من وسط البرنامج، وبرنامج زعما وبرنامج هذا، وكيفاش اشنو كتمنوا بحال هادو؟ كتمنوا من العلماء منهم شي خير؟ محال محال، واش غنتمنوا منهم شي خير؟ الانسان طيح قلبو على حلوة، وهادي شوها وشوها هادي، شوهتوا راسكم، شوهتوا بلادكم، شوهتوا المغرب ديالكم، البرلمانيين المسؤولين، والانسان غادي بالسلهام ديالو وهز حلوه وكطيح ليه الحلوه، وخايف من الكاميرا، وزايدون ما قدش يواجه الكاميرا، علاش؟ حيت هز الحلوه معاه، خاف ما تطيح ليه، وشي بعدين تمرقوا تحت ليهم. شي بعدين كطيح لهم الحلوه ما انا كنشكر بعدا واحد البرنامانيه بنت ازيله، اللي كنشكرها مزيان، هذيك اللي شفت بوحدها، اللي تعاملت مع الكاميرا وهضرت مع الكاميرا، تبارك الله عليها، برنامانيه بنت ازيله تبارك الله عليها، ما تبقى ما في يديش دوك الاخرين، ما في يديهمش دوك الاخرين، والانسان خايف من الكاميرا حيت هز الحلوه، مشفر الحلوه، اودي علاش معولة الدولة؟ اودي اللي غيمثلونا، اودي اللي غيمثلوا المغرب، وهادو هما اللي غيمثلوا المغرب، تبارك الله عليكم، وشوهتوا راسكم، شوهتوا بلادكم، شوهتوا المغرب المسؤولين، وكيفاش الا شافوكم الدول المتقدمة، كيفاش غادي يكون الرد ديالكم؟ وغير ولدك الا شافك، ولدك الا جاب الله شاف داك الشيء اللي وقع لكم، كيفاش غيتكونوا الا دخلتي للدار المسؤول؟ السي المسؤول، الا دخلتي للدار وولدك شاف داك المنظر اللي وقع ليك، واش غدوز ليه ديك الحلوه زعما اللي جبتي ليه؟ وحال واش غدوز ليه؟ الا كان بحالك دوز ليه، الا كانت فيه الناس راه ما غاديش دوز ليه، ولا اللي ما بغاش يتعرف ليا هو دروك هاد السي البرلماني اللي كيقلب على التقاعد ديالو كتكون على 5 سنين. اشنو درتي في هاد 5 سنين؟ شفرتي الحلوه 5 سنين، اشنو درتي لنا؟ مثلتينا على برا، مثلتي المغاربه على برا، شتي المصالح ديال البلاد، اشنو؟ وفي الاخر كتخدم 5 سنين تشد التقاعد، لا ما كاينش دال الجندي تقاعد على 5 سنين، الجندي كاينش تقاعد على 30 عام، 35 عام، وانت شت تقاعد على 5 سنين، على 5 سنين ما درتي والو للبلاد، درتي حتى حاجه، وتشت تقاعد على 5 سنين، و140 ألف ريال في التقاعد، 140 ألف ريال في التقاعد، ماشي منكر هذا، وما عارف ما دير، ما مثلتي بلادك. ما عرفتي بلادك شنو، ما عندك ما تعرف، ويعطيوك التقاعد على 5 سنين، لا يعقل، الجندي اللي كيخدم 30 عام واش التقاعد ويخرج بالربع ديال ديك 140 ألف ريال ديالك اللي كيخليو ليك انت في 5 سنين، ما درتي لنا حتى حاجة، وشوهتوا راسكم والله إلا شوها. شو هادي اللي وقعت لكم في هاد الزلزال الخطره؟ شوهتوا راسكم وشوهتوا المغرب، شوهتوا المغرب، كيفاش نتوما غتمثلونا؟ كيفاش نتوما غتمثلوا المغرب؟ واش نتوما زعما كنتسناو منكم الخير تمثلوا لنا زعما المغرب؟ وها نتوما واش، والانسان اللي شفر الحلوى وراه غيشفر حتى خو المواطن،
اش فرخو المغاربي كيفاش شنو من خير كنتسناو منكم؟ كنتسناو منكم زعما شي خير تمثلوا لنا بلادنا على برا، تمثلوا لنا مع دول اخرين. انتم غاديين كتقدموا، غاديين كتقدموا، توقعوا تقدموا طول حياتكم، شي نهار غادي يلقاو الميكروات ديال البرنامج مشاو، شي نهار غتسرقوا الميكروات، تخليو برنامج بلا ميكروات. والتحية، التحية لكم المغاربة كاملين، تحية لكم المغاربة. المغاربة انتم شوف ما عندكمش ثقة في هاد المسؤولين هادو، ما ديروش فيهم ثقة، ما ديروش فيهم ثقة، حيت هادو ما يصلح حتى حاجة. هاد الناس هادو ما كيصلحو حتى حاجة والو. وبرنامج عرفت شنو هو برنامج؟